النهارده هي الذكرى السنويه لرحيل رجل بالمناسبه غير انه تولى مهمه الانتاج الدرامي في مصر داخل التلفزيون المصري في مرحله كانت من اجمل مراحل انتاج الدراما المصريه زمان، والحمد لله ان احنا استعدنا تاني عرش الانتاج الدرامي مرة تانية. وفي نفس الوقت نفس ذات الرجل طالما كتب سيناريوهات لمجموعة من أجمل وأبدع الأفلام اللي تم إنتاجها في السينما المصرية خلال فترة الستينيات. ها الله فين يا أولاد؟ ما أنا كنت لسه هشاور. أستاذ ممدوح الليسي الله يرحمه، طبعا والد زميلنا وصديقنا العزيز الدكتور عمرو الليسي وعم صديقي العزيز خالد الليسي. أخبارك يا خالد؟ الراجل ده قدم من خلال عمله وترأسه لقطاع الإنتاج مجموعة رائعة ذهبية من كلاسيكيات الدراما المصرية، تقدر تقول عليها النهاردة كلاسيكيات، على أيامنا كانت لسه حاجات جديدة، وزي ما بقولك وكتب سيناريوهات لمجموعة من أروع الأفلام. خلوني هنا أخد على التليفون كاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي يتحدث بأفضل مما تحدثت بل بما هو أعمق. إزاي حضرتك يا أستاذ طارق؟ أهلا أستاذ، كل سنة وطيبين. وحضرتك بالصحة والسلامة وسنة سعيدة عليك يا رب. الله يخليك علينا كلنا وعلى كل العرب، سنة سعيدة عليهم. آمين يا رب. الأستاذ ممدوح الليسي علامة فارقة على كل مستويات الحياة والإنتاج الدرامي في مصر وبالتالي في العالم العربي، لان انت عارف مصر لما بتنتج دراما بتعرض طبعا في الشاشات المصريه وايضا بتبقى متواجده بقوه في كل الشاشات العربيه. صحيح. فطبعا قطعا ضلع كبير جدا في البناء الدرامي المصري وراء ممدوح الليسي كمسؤول. ناهيك واضح انك في المقدمه اتكلمت عن الجانب الابداعي بقى اللي عند ممدوح الليسي نفسه اللي هو الكاتب. صحيح. اللي كتب الكرنك والمذنبون وصرصرة فوق النيل وغيرها الحقيقة من الأعمال المهمة جدا في تاريخنا الدرامي، وهي عددها قليل بالمناسبة اللي كتبوا، ولكن تفاجأ أنه أغلبها عمل حاجتين مهمين قوي، أنه عمل نجاح أدبي وفني ضخم بل بعدها أثار مشاكل سياسية. صحيح. الجزء الثاني النجاح الجماهيري الضخم، وده كان نادرا ما بيحصل، يعني غالبا بتعمل عمل فني فالناس تقول يا سلام عمل عظيم، ولكن انه كمان العمل ده يبقى له مردود جماهيري طاغي، ده كان عند ممدوح الليسي عنده قدره على انه يجمع بين الحسنيين. الثالث صارت قضايا كانت بتصل للمحاكم، يعني متذكر جيدا انه كتير من افلام ممدوح الليسي كان بيبقى المنشط انه مثلا فلان الفلاني بيطالب بايقاف العرض وتقديم اللي قدموه امام المحكمه وحاجات كده، بتبقى صفحات اولى زي الكرنك. ايوه طبعا، صفحه اولى في الجرايد كلها. طبعا الموضوع اللي اثاره وغضب ناس كانت مسؤوله في الدوله قبل نكسه 67 وقدموا فعلا شكاوى قضائيه وهكذا. ممدوح الليسي اول بالمناسبه هو اول سيناريست مصري يحصل على جائزة الدولة التقديرية. صحيح بعد كده خدها ناس، يعني طبعا كتاب، لكن كان أستاذ ممدوح الله يرحمه هو أول من حصل على هذه الجائزة. أول واحد كان دايما ينظر للكاتب، دايما الناس تفكر لما تتكلم عن السينما بتفكر في المخرج، يعني بعيدا عن النجوم يبقى المخرج قطعا. إنما كان ممدوح الليسي هو أول كاتب درامي أو كاتب سيناريو يحصل على جائزة الدولة التقديرية. حلو قوي. طب هنا برضو يعني انا ساعات ببص عليها باعتبارها حاجه من ضمن الامور النادره اللي تحصل، انك تجد مسؤول في النهايه خلص هو جوه نطاق المسؤوليه كرئيس لقطاع الانتاج على سبيل المثال، الناس التي تحترف المسؤوليه وجيده في مساله الاداره وما الى ذلك ما اعتدناش ان هم يبقى في عندهم نواحي ابداعيه، وكان استاذ ممدوح الله يرحمه زي ما هو سيناريست بارع زي ما هو اداري بارع. بص الاثنين كانوا وجهين لعمله واحده، هو كان كمان انت عارف لما بتكون سيناريست بيبقى اول حاجه في المبدع قدرته على التذوق. يعني بدايه الابداع
يجب ان ياتي من التذوق، وبعد كده بقى تبدع او لا تبدع ده موضوع ثاني، لكن لازم تكون متذوقا. فلان ممدوح الليثي كان سيناريست بارع، فكان بيجيد التذوق، يقدر يحس لما يرى النص، النص ده فعلا يستحق ندافع عنه، هيعجب الناس، وهكذا الى اي مدى كان ممكن كمان بيدافع عن المبدعين. يعني مثلا حكيت لي مدام العم محمد علي في مسلسل ضمير ابله ابله حكمت، حدث خلاف بينها وبين مدام فاتن، اوكي كويس، خلاف حاد، وكان طرف فيه كمان اسامه كان عنده موقف، لانه كان استاذ اسامه انور عكاش اللي هو الكاتب النصي، كان بتطلب منه ان هو ممكن يغير حاجات، هو كان بيرفض، انت عارف اسامه كان طبعا ما بيكتبش طبعًا. يعني لما ما يريد النجم لا ما تفرضه الشخصيه الدراميه، صحيح. المهم في لحظه من اللحظات الفاصله، فمدام فاتن كانت عايزه تغير انعام، ودي فاتن حمامه يعني مسموعه الكلمه اكيد. ممدوح الليثي تمسك بالعم محمد علي، ده برضو يبين لك المسؤول الى اي مدى ممكن فعلا يضيف بقى ويتحدى واثر. وفعلا ضمير ابله حكمت من اهم المسلسلات الدراميه باخراج نعم محمد علي، صحيح صحيح. هنا جانب اخر يمكن محدش جاب سيرته، محدش يتكلم على الموضوع ده، انه لحساسيه طبعا الحديث على مشاكل داخليه لها كل هذا الشان الحساس يعني. ايوه يعني اغلب الاعمال الدراميه اللي عاشت هتلاقي كان ممدوح الليثي مسؤول وبيختار وبيشارك في اختيار الكاتب المخرج، في الدفاع كمان عن الاعمال الفنيه. كان يعني هو مثلا ناصر 56، ما هو ناصر ما كانش اول مره حد يفكر ان يتعمل شغل عن جمال عبد الناصر، ايوه، لكن ممدوح الليثي تحمس انه ان يقدم هذا الفيلم اللي هو ناصر 56، كويس. من موقعه بقى كمسؤول وفر امكانيات كتير، واقنع احمد زكي في عز نجوميه احمد. ايوه السينما طبعا بتبقى دايما الفيلم السينمائي بشكل مباشر بيبقى عليه طلب، لكن لانه ده فيلم سينمائي انتاج التلفزيون ولان وراه قوه ادبيه، احمد زكي دخل وهتلاقيه اشترك كمان، كان بيعمل ساعات يعني انتاج مشترك زي ايام السادات. ايوه ما تلاقي الدوله مشتركه كمان، ما هوش فقط انتاج احمد، لا الدوله موجوده وغيرها الحقيقه. فهو كان يعني بوتقه كده، وعارف لانه عارف كمان الفنانين، فيقدر لما يلاقي مثلا نجمه مش عارف يتفاهم معاها ماديا، فممكن يبقى فاهم ممكن لو جاب نجمه ثانيه ويبتدي يتفق معاها ان ده ممكن يحرك النجمه الاولى اللي كانت معترضه، او المخرج زعلان من حاجه. ده هو استاذ ممدوح الله يرحمه كان ليه قصص كتير في هذا الاطار اللي هو ايه، ما بتقفش على حد يعني، ده نقدر اخلق نجوم. هو عارف يعني مداخل الشخصيات، يعني ممكن تبقى انت مسؤول وعارف قيمه الناس، لكن ازاي تعرفهم انسانيا وايه اللي ممكن لو انت عملت كذا او قلت كذا هتضمن ان العمل ده يتعمل، او لو في مشكله ازاي تتلاعب. هو كان يعني كان مجموعه من يعني من المهارات، منها الانسان، لان خد بالك هو بدا هو اساسا ضابط شرطه، ايوه، وبعدين اشتغل في روزا اليوسف صحفي، ايوه، وقال لي انه كان بياخد ربع جنيه يعني 25 قرش خبر، ولو الخبر طويل شويه كان يبقى 50 قرش يعني. فهو اعترك الصحافه منذ البدايه يعني من تحت قوي اللي هو كتابه الخبر، صحيح صحيح واستمرت بقى رحلته واستمر مشواره الحقيقه. الله يرحمه، انا بشكرك جدا 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 يا استاذ طارق، كل الشكر لحضرتك فعلا. بالمناسبه خلي بالك ان انت ممكن تعلق على الافلام بمنظور سياسي، دي قصه، لكن تعلق على الفيلم فنيا دي قصه تانية. فالافلام دي كانت فعلا افلام مهمه جدا، افلام مهمه على الصعيد الفني، اتفقت واختلفت مع منظورها السياسي دي قصه تانية.